السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ جمعة مباركة يا رب عليكم جميعا. ان شاء الله بإذن الله النهاردة هناخد مع بعض كده محاضرة، هنكمل باقي الجزء النظري اللي احنا اخدناه. بإذن الله لو قدرنا نخلص كل الحاجات اللي فاضلة النهاردة، ماشي، قدرناش ممكن ناخد محاضرة أخيرة يعني، فإن شاء الله بإذن الله يبقى في وقت ان احنا نخلص المتبقي من الجزء النظري يعني. تمام، طيب ان شاء الله باذن الله احنا هنبدا دلوقتي في التعاون عبر الانترنت. كنا اخذنا بعض الاسئله امبارح، وهناخد النهارده برضو هنكمل التعاون عبر الانترنت، وهنتكلم شويه عن الامن الرقمي، ولو في وقت هنكمل الامن الرقمي وهناخد تكنولوجيا المعلومات. ما فيش، ممكن نزود محاضره تانية ان شاء الله يعني. ان شاء الله باذن الله يعني نقدر نخلصهم كلهم النهارده. تمام، طيب أولا عايزين نتكلم على التعاون عبر الإنترنت أو المشاركة عبر الإنترنت. يعني إيه تعاون أو يعني إيه مشاركة عبر الإنترنت؟ يعني إحنا بنقدم وظيفة معينة، يعني كلنا إحنا يعني عبارة عن تجمع من الأشخاص، يعني إحنا كلنا مثلا 5 6 7 متجمعين مع بعض على الإنترنت، أيا كان نوع البرنامج اللي داخلين عليه، سواء كان زوم أو جوجل ميت أو تيمز، وبيأدوا وظيفة معينة لغرض معين زي اللي احنا بنعمله دلوقتي. احنا عدد معين موجود داخل قاعة زوم متجمعين عشان خاطر نتعلم حاجة معينة، ايا كان نوع الحاجة اللي احنا بنتعلمها. طيب كنا اتكلمنا في الجزء العملي على التخزين عبر الانترنت، والتواصل الاجتماعي، والتقويم والاجتماع عبر الانترنت، والتعلم عبر الانترنت، وتطبيقات الموبايل. طيب اولا علشان اشتغل على جزء التعاون عبر الانترنت لازم يكون معاك جهاز، ايا كان نوع الجهاز، مايكروفون، كاميرا، او اجهزه موبايل من اسمها تعاون. يعني انا دلوقتي هدخل على زوم، علشان ادخل على زوم لازم على الاقل، لازم على الاقل يكون معايا ايه؟ يكون معايا جهاز، يكون معايا تليفون، معايا كاميرا، معايا مايكروفون، وهكذا. طيب ايه التطبيقات اللي احنا بنستخدمها؟ تطبيق التعليم عن طريق الانترنت، احنا دلوقتي بنعمل حاجة اسمها تعلم عبر الانترنت عن طريق برنامج زوم. تمام، وسائل التواصل الاجتماعي زي الفيسبوك، التقويمات الالكترونية زي الكليندر اللي هو الاجندة لو عايز اعمل حدث معين، وامكانية تعدد المستخدمين وليس حقر لشخص واحد. يعني انا دلوقتي مثلا، هل انا عشان استخدم زوم هل واحد بس ممكن يستخدم زوم ولا اكتر من واحد؟ أكتر من واحد ممكن يستخدم برنامج زوم، مش واحد بس. طيب إيه الفوائد اللي بتعود عليا من إن أنا من التعاون عبر الإنترنت؟ إن أنا أدخل على التعاون عبر الإنترنت، أو إن أنا أشارك معلوماتي عبر الإنترنت، إيه اللي بيعود عليا من الكلام ده؟ طيب أولا إن أنا أقدر بكل سهولة إن أنا أشارك الملفات بتاعتي، ان انا اقدر اوصل لاي مكان في العالم عن طريق التعاون عبر الانترنت، واني اعرف اتواصل مع غيري. يعني بدل ما اسافر له مثلا في القاهرة الاقيه موجود في اسوان، موجود مثلا في اسيوط، في سوهاج، محافظات مصر عموما، بدل ما اسافر للسعودية او الامارات ايا كانت الدولة اللي احنا فيها، لا بنتواصل عن طريق الانترنت. طب ايه عيوب التعاون عبر الانترنت؟ ان ممكن تكون في مشكلة في خدمة الانترنت، ممكن تكون خدمة الانترنت ضعيفة شوية، خدمة الانترنت ضعيفة زي ما كان بيحصل معانا. ممكن يدخل برنامج خبيث اللي هو زي الفيروسات اللي احنا اتكلمنا عليها المحاضرة اللي فاتت. ممكن حد بكل سهولة يسرق الهوية بتاعتي او المعلومات الشخصية الخاصة بيا. ممكن ما اقدرش ان انا اشارك ملف الا لو حد بعت لي تصريح. فدي عيوب للتعاون عبر الانترنت. واكبر عيب بيواجهنا كلنا اللي هو خدمة الانترنت بتكون ساعات ضعيفة او بتنقطع عموما. طيب عندك بروتوكولات بتدعم التعاون عبر الانترنت. عندك حاجة اسمها الفوليب او تقنية الاتصال الصوتي. يعني ايه تقنية اتصال صوتي؟ تقنية الاتصال الصوتي اللي هو اللي احنا بنعمله دلوقتي، الناس سمعاني، الناس سامعة محمد رمضان بيقول ايه، فده اسمه اتصال صوتي.
ممكن برضو عن طريق خدمة الاتصال الصوتي نتواصل مع بعض عن طريق الفيديو، فده برضو اسمه اتصال. طيب الرسائل الفورية اللي هو الشات، لو اختصارت انستانت مسج، اللي هو احنا قلنا ان هي بتكون عبارة عن دردشة ما بين طرفين. يعني الشات اللي من تحت دي، اللي انا جيت ايا كان اللي انا كتبته على شات الدردشة، فده اسمه برضو رسائل فورية. انا ببعت رسالة ويرد عليا، فده اسمه ايه؟ الانستانت مسج او المراسلة اللحظية. الواتساب، الرسالة اللي مبعتها على الواتساب يرد عليها طرف تاني، فده بيكون عبارة عن ايه؟ بيكون عبارة عن شات دردشة ما بين طرفين، وشات الدردشة ده بيكون برايفت او خاص، يعني مش اي حد ممكن يشوفه. يعني انا بتواصل مع باشمهندس احمد حسام، فالشات اللي ما بيني وبين باشمهندس احمد حسام ما حدش بيشوفه غيري انا وهو بس. عندك جدار الحماية زي ما اتكلمنا، ايه الهدف او الوسيلة او الـ الوسيلة ندخل على جدار الحماية. الوسيلة اللي بتدخلنا لجدار الحماية اللي هي كنترول بانل، بعد كده بدخل على السيستم اند سيكيورتي، بعد كده بروح على حاجة اسمها ايه، الفاير وول او الجدار الناري. ادي حالة الجدار الناري متفعل معايا. طيب وظيفته ايه؟ حماية جهاز الكمبيوتر من عمليات الاختراق الداخلي. طيب نكمل. تمام. طيب لحد الآن أتمنى ما يكونش فيها مشكلة مع الناس، أتمنى تكون الأمور بسيطة لحد دلوقتي. طيب عندك حاجة بعد كده اسمها الحوسبة السحابية. كنا اتكلمنا على الفرق بين التخزين السحابي والحوسبة السحابية. التخزين ان انا بخزن ملفاتي عن طريق الانترنت، اما الحوسبة اللي هو لما اجي اخزن اشتغل على البيانات دي. يعني عندك حاجة اسمها الجوجل درايف، وعندك حاجة اسمها الوان درايف، دي كلها مواقع ممكن اخزن عليها. طب ايه المميزات بتاعتها؟ ان انا بتقلل معايا التكلفة. ليه؟ لان انا برفعها على الانترنت، فمش بحتاج ان انا ادفع تكلفة، ان هي بتعمل لها تحديثات تلقائية كل فترة والتانية، سهولة نقل البيانات. طيب العيب، لو حصل مشكلة في جوجل درايف او وان درايف ممكن افقد البيانات اللي فيه. تمام. مسؤول الموقع ذات نفسه اللي هو جوجل درايف او وان درايف، مسؤول الموقع ممكن يشوف الملفات بتاعتك. اي شخص ممكن يوصل للملفات بتاعتك عن طريق الانترنت، فدي كلها برضو عيوب من عيوبه. طيب قيود التخزين عبر الانترنت بيكون مقيدك بحجم معين او بفترة زمنية معينة. طيب المشاركة، يعني بعض التطبيقات اللي موجودة عندك ما بتسمحش ان انت تشارك لأشخاص معينين، فدي برضو اللي هي قيود التخزين. طيب مواقع التواصل زي ايه؟ زي الفيس وزي التويتر وزي الانستجرام وزي الفايبر، دي كلها مواقع من مواقع التواصل الاجتماعي. دي تتيح للمستخدمين ان هم يشاركوا الملفات بتاعتهم. طيب يعني ايه بيئة تعلم عبر الانترنت؟ من خلالها ممكن احصل على منهج باستخدام نظام الكتروني. تمام. معلش لحظات كده هكون معاكم. طيب نرجع نكمل تاني. قلنا يعني ايه بيئة تعلم عبر الانترنت؟ يعني اللي احنا بنعمله دلوقتي بنتعلم عن طريق الانترنت، ففي منهج معين ماشيين عليه، ده معنى كلمة التعلم عبر الانترنت. طيب التقويم، ان انا بنشي حدث معين. انا والله دلوقتي انا معايا مثلا كمثال، معايا محاضرة يوم جمعة، فانا هروح في التقويم هنشئ حدث بحيث ان انا انبه الناس ان في محاضرة بعد اسبوع، ودي اعلانات بتنزل كل فترة والتانية. طيب يعني ايه اجتماع عبر الانترنت؟
اللي احنا بنعمله ده بنحاول نناقش افكارنا، بنحاول على قد ما نقدر نناقش افكارنا مع بعض. فده عن طريق ايه؟ عن طريق اجتماع عبر الانترنت، ايا كان نوع البرنامج اللي احنا شغالين عليه. احنا حاليا شغالين على برنامج زوم. طيب الاجهزة المحمولة زي ايه كده؟ زي التليفون، زي اللابتوب، ده يعتبر جهاز محمول. الحاجات دي كلها بستخدمها للتعاون عبر الانترنت. طيب التليفون ليه نظام تشغيل، التليفون ليه نظام تشغيل زي ايه؟ اندرويد، اللي هو السامسونج والهواوي، التليفونات دي كلها نظام التشغيل بتاعها اندرويد. طيب الابل نظام التشغيل بتاعه اسمه الاي او اس، وعندك بقى التليفونات نظام التشغيل بتاعها ويندوز فون، ويندوز. بس انا هحول التليفون بتاعي نظام تشغيل ايه؟ ويندوز. طيب بلوتوث يعني ايه بلوتوث، او ايه جهاز البلوتوث؟ دي وسيلة من خلالها بربط اجهزة ببعضها البعض. ليه؟ ايه الهدف منها؟ ان انا اعمل مشاركة للملفات من مكان للتاني، من جهاز للتاني عن طريق البلوتوث. لو عندي ملفات على تليفون معين وعايز انقل الملفات دي من الجهاز ده للجهاز ده، بعمل ايه؟ بشغل البلوتوث. طيب نرجع نكمل. زي ما قلنا ان البلوتوث هو وسيلة اتصال، بس الهدف منها ايه؟ ان انا اشارك ملف من جهاز للتاني. طيب الدبليو لان، لو الناس فاكرة لما جينا اتكلمنا على الشبكة اللاسلكية اللي هو الاتصال الهوائي عن طريق الواي فاي، دي برضو هدفها ايه؟ ان انا برضو ممكن اشغل اكتر من جهاز عن طريق الواي فاي. طيب عندك الانترنت عن طريق التليفون بيكون فيه عبارة عن اجيال ممكن تشتغل عليها 3G 4G. طيب بيفرق جيل عن التاني في ايه؟ في السرعة والتكلفة، في السرعة والتكلفة. طيب في بعض الامان، بعض الاعتبارات لازم تاخدها في حسابك انت بتستخدم جهاز التليفون او انت بتستخدم التليفون عموما. تمام، لازم كل فترة والتانية تعمل نسخ احتياطي للبيانات. ليه؟ علشان لو فقدت البيانات تقدر ترجعها بكل سهولة. طيب البلوتوث ما تفتحوش على الفاضي والمليان، مش كل شوية اقعد افتح واقفل فيه. الشبكة اللاسلكية اللي هو الواي فاي برضو نفس القصة، مش كل شوية اقعد اقفل وافتح فيه. البن او كلمة المرور، ان انا اعمل كلمة مرور للتليفون واغيرها كل فترة والتانية، ولا بد ان تكون كلمة المرور حروف وارقام ورموز. طيب انا بستخدم التليفون في ايه؟ ممكن استخدمه في التواصل الاجتماعي، استخدمه لو عايز اشارك صور، لو عايز اعمل اتصال، لو عايز اعمل بحث، لو عايز ابعت بريد الكتروني. دي كلها استخدامات للتليفون. هل استخدامات اكتر من كده؟ استخدامات التليفونات اكتر من كده بكتير. ممكن اعمل فيديو، ممكن اصور صورة، ممكن ادخل على موقع التواصل الاجتماعي، اتصال ما بين طرفين، تقويمات. دي كلها استخدامات للاجهزة المحمولة. طيب هل ليها تطبيقات؟ ليها تطبيقات. في تطبيقات كتيرة للألعاب، للبرامج، مواقع التواصل الاجتماعي زي الفيس، زي التويتر، زي الفايبر، زي التليجرام، زي الواتساب. دي كلها دي برامج ممكن انزلها على تليفون. طب علشان ادخل على التطبيقات دي بدخل على ايه او بنزلها ازاي؟ بنزلها من حاجة اسمها الجوجل بلاي اللي هو المتجر. المتجر ده اللي بنزل من خلاله كل التطبيقات على التليفون. عندك حاجة اسمها المزامنة. المزامنة دي أنا نفترض دلوقتي عايز أشغل الموقع بتاعي، فأنا بعمل مزامنة للموقع. ليه؟ عشان أنا لو التليفون بتاعي أو الوسيلة بتاعتي اللي موجودة معايا نسيتها في مكان معين، أعمل إيه؟ أقدر أوصلها بكل سهولة، أقدر أوصلها بكل سهولة. يعني التليفون نسيته في مكان، أقدر أوصل للتليفون في المكان ده اللي أنا نسيته فيه.
ممكن اظبط البريد الالكتروني، يعني كل رساله تتبعت لي يبعت لي اشعار بيها. فده معنى كلمه المزامنه، ان انا بظبط الاعدادات بتاعتي عشان خاطر ازامنها مع موقع معين. طيب اولا لو جينا اتكلمنا على خاصيه اسمها الوصول المتزامن، يعني ايه الوصول المتزامن؟ انا دلوقتي لو بعت لك مثلا رابط لفيديو معين او رابط لملف معين، فرحت قلت لك ان الملف ده فتحته لقيته مش مسموح لك بالتعديل، فانا عايز اسمح لك ان انت تعدل على الملف ده، انا بستخدم حاجه اسمها خاصيه الوصول المتزامن. عن طريق الخاصيه دي ممكن اسمح لك ان انت تعدل على المستندات والملفات. طيب في بعض المخاطر بتحصل معاك نتيجة استخدام ادوات العمل الجماعي، ان انا ممكن اوصل للملفات بطريقة غير مصرح بيها، يعني انا مش مصرح ليك ان انت تدخل على الملفات دي. تمام، ف أدوات العمل الاجتماعي المخاطر بتاعتها إن هي ممكن أوصل للملفات بطريقة مش مسموح ليا إن أنا أوصل بيها. طيب إيه بستفاد من الحوسبة السحابية، أو إيه فايدة أو أهمية الحوسبة السحابية؟ ميزتها سرعة تحميل الملفات والبيانات، سرعة تحميل الملفات والبيانات، يعني البيانات والملفات لو حبيت إن أنا أرفعها على الحوسبة السحابية مش بتاخد وقت معايا، فسرعة تحميل البيانات بتاعتي. طيب كنا اتكلمنا امبارح على حاجة اسمها ملكية فكرية. يعني ايه ملكية فكرية؟ يعني انا واحد من الناس، انا عملت كتاب وعايز الكتاب ده ما ينسبش لحد غيري، وعايز احافظ على العلامة التجارية بتاعتي، فبعمل حاجة اسمها ايه؟ الملكية الفكرية. دي بتحافظ على الملكية الخاصة، سواء كان صاحب او المؤلف، النشر، العلامه بتاعت العلامه التجاريه، براءه الاختراع، بحيث ان هو ما حدش ياخدها وينسب لي الاختراع بتاعك. ده اللي هو الملكيه الفكريه، فكرك انت وشغلك انت ما ينسبش لحد غيرك. طيب عايز مثال على تخزين البيانات على الانترنت. مش احنا قلنا ان انا برفع الملفات، بعمل لها ابلود من الجهاز على حاجه اسمها الوان درايف او الجوجل درايف، اهو يبقى دي كلها مواقع ممكن اخزن عليها البيانات، بس مش على الجهاز، لا على الانترنت. طيب قلنا امثله التعلم عبر الانترنت زي اللي احنا بنعمله دلوقتي، احنا مجموعه من الاشخاص داخل صف دراسي على احد المواقع، احنا داخلين على زوم، احنا نعتبر مجموعة معينة من الاشخاص، المجموعة دول داخلين على موقع زوم وبنتناقش مع بعض في مادة علمية، بندرس مع بعض مادة علمية، ده اللي هو التعلم عبر الانترنت. طيب ايه الغرض ان انا بستخدم حوسبة سحابية؟ الحوسبة السحابية ميزتها ان هي بتديني القدرة ان انا اوصل لمجموعة كبيرة من التطبيقات. الحوسبة السحابية الميزة بتاعتها ان انا بقدر من خلالها اوصل لعدد كبير من التطبيقات الموجودة على الانترنت، موجودة على الانترنت. طيب ممكن يجيب لك سؤال تاني يقول لك اي من الخيارات التالية ليست من ادوات الاعلام الاجتماعي التي تعتمد على العمل التعاوني. اولا لو كان في جريدة اخبارية منشورة على الانترنت، هل دي من ادوات الاعلام الاجتماعي؟ كلمة اعلام اجتماعي، اعلام اجتماعي، ركز على كلمة اعلام، اللي هو انا بنشر لك خبر اجتماعي خاص بالمجتمع. كلمة اجتماعي يعني أكتر من واحد مشارك فيه، تمام، فده يعتبر بيعتمد على العمل التعاوني. إن أنا بنشر جريدة إخبارية على الإنترنت فده مش من الإعلام الاجتماعي. طيب بقول لك أي مما يلي من شأنه أن يقوم بإضافة وظائف إضافية،
إلى أدوات العمل التعاوني من اسمها، حاجة اسمها المكون الإضافي. أنا لما أحب أضيف أي حاجة بعمل إيه؟ يعني لو جينا مثلا إدينا مثال، أنا هنا عايز أضيف مثلا طبعة، عايز أضيف جهاز، عندك حاجة اسمها add a printer وعندك حاجة اسمها add a device. هنا حبيت أضيف مثلا لغة، هروح على علامة الزائد، ده المكون الإضافي اللي هو add a language أو إضافة لغة. عايز أضيف مثلا شبكة، من هنا هي في شبكة متضافة أصلا أهو. طيب عايز أضيف مثلا جهاز أهو devices، أقول له add Bluetooth. عايز أضيف طبعة، add printer. فهو ده المكون الإضافي، ده لو عايز أضيف حاجة إضافية على جهاز الكمبيوتر موجود عندي. طيب إحنا قلنا من شوية لما جينا اتكلمنا على ميزة جدار الحماية بيعمل إيه؟ بيمنع المستخدم من الوصول غير المصرح به، ده وظيفة جدار الحماية أو الفاير وول. طيب بيقول لك عايز تعريف نظام إدارة التعلم اللي هو اسمه الـ LMS. طيب يعني ايه نظام إدارة التعلم؟ ده برنامج بيتصمم أصلا، البرنامج ده عشان خاطر يتابع ويقيم المقررات التعليمية. يعني احنا نفترض دلوقتي عملنا برنامج او اشتغلنا على برنامج زوم، فبنبعت في نهاية المحاضرة بنبعت زي فورم علشان تقيم المادة العلمية. اما نظام إدارة التعلم هي أصلا برنامج معين، البرنامج ده صمم اصلا خصيصا علشان من خلاله اقدر اتابع المادة العلمية واقدر اقيم المادة العلمية، ده اللي هو نظام إدارة التعلم. بسألك سؤال، اي مما يلي لا يمكن مزامنته؟ حد يقول لي ليه البطارية ما اقدرش اعمل لها عملية مزامنة؟ حد يقول لي، معلش الناس تشارك معايا، ليه البطارية ما اقدرش اعمل لها عملية مزامنة؟ طيب اصلا زي ما اتكلمنا من شويه، يعني ايه اصلا مزامنه؟ المزامنه دي عمليه من خلالها بقدر اتاكد تمام من الملفات اللي عندي من مكانين مختلفين، هل الاتنين زي بعض ولا لا، كاني بعمل ايه، بعمل مقارنه ما بين اتنين. كلمه مزامنه بالظبط، لان معلهاش ملفات، لان معلهاش ملفات. فالمزامنه بتتعمل اصلا انا لو حبيت اقارن ما بين حاجتين مع بعض، فالحاجات دي لو حبيت اقارن ما بينها بين ملف والتاني فده اسمه مزامنه، هل الموجود هنا هو اللي موجود هنا ولا لا. طيب بيقول لك اي من الخيارات التاليه لا يعد نظام تشغيل. احنا قلنا لما جينا اتكلمنا من شويه على أنظمة التشغيل بتاع التليفونات، عندك الأندرويد وعندك الأي أو إس وعندك الويندوز، ده مديلك في الاختيارات نظام تشغيل بالشكل ده. ده مش نظام تشغيل أصلا، اللي هو اسمه البيكون، ده مش نظام تشغيل. طيب السؤال اللي بعد كده، عايزك تعرف البلوتوث، يعني إيه بلوتوث أصلا؟ دي وسيلة من خلالها بقدر أبادل أو أعمل تبادل الملفات ما بين جهاز والتاني، بس عن طريق إيه؟ اتصال هوائي. هل لازم أوصل أسلاك عشان أنقل ملف من مكان للتاني عن طريق البلوتوث؟ لا، هنا دي وسيلة اتصال هوائي من خلالها بعمل تبادل للبيانات والملفات من مكان للتاني.
بيقول لك أي مما يلي لا يعد من المتاجر المتعارف عليها لشراء التطبيقات بالهواتف؟ الأمازون بوك ستور، ده مش متجر متعارف عليه، ده مش متجر متعارف عليه، ده بيستخدمه أمازون بس، لكن ده مش متجر متعارف عليه خاص بالتليفونات الموجودة عندي. طيب بيقول لك تقنية الهاتف المتحرك، التقنية دي مثلت بالنسبة لنا قفزة علمية كبيرة. طيب ايه اللي مثلته لينا؟ ان انا بقدر اتصل بالانترنت باستخدام الشبكة اللاسلكية، يعني انا عن طريق التليفون بقدر ادخل على الانترنت عن طريق الواي فاي، عن طريق اتصال هوائي، فدي ميزة للتليفونات برضو، ميزة ما كانتش موجودة زمان. طيب حلو خالص. بعد كده لما الناس لو الناس تفتكر محاضرة امبارح اتكلمنا على حاجة اسمها التدوين، يعني انا بكتب تدوين مصغر، بكتب حاجة معينة، دي تحديثات كتابية او صوتية او مصورة بتصف الاحداث اللي احنا بنعاصرها في اليوم بتاعنا، يعني زي مثلا انا هكتب قصة حياتي، فده ده تدوين سواء كان عن طريق الصوت او الصور او الكتابة. طيب خصائص الحاسوب اللوحي، ان هو بيدعم الكتابة على الشاشة عن طريق اللمس، ممكن عن طريق الحاسوب اللوحي اللي هو اللابتوب، ده حاسوب لوحي عامل زي اللوحة كده، ممكن يتقفل ويتفتح. في بعض اللابات بتدعم الكتابة عن طريق اللمس اللي هو التاتش. طيب بيقول لك عند استخدام أداة من أدوات العمل التعاوني عبر الإنترنت، في مشكلة ممكن تحصل بسبب القيود اللي بيفرضها عليك جدار الحماية، إن أنا لو ما عنديش الصلاحية، إن أنا لو ما عنديش الصلاحية إن أنا أوصل لحاجة معينة، أو إن أنا أدخل على مؤتمر معين، أو إن أنا أدخل على ميتنج معين، مش هقدر أدخل عليه، ده لو ما عنديش الصلاحية. حلو خالص لحد دلوقتي. يعني ايه بيئة تعلم افتراضي؟ يعني احنا دلوقتي في مجتمع افتراضي اللي احنا بنعمله دلوقتي. كلمة افتراضي وواقعي، الفرق ما بين الاتنين، الواقعي ان انا شايفك فيس تو فيس، وش الوش، بنتعلم اوف لاين في مكان معين. اما اللي احنا بنعمله دي بيئة تعلم افتراضي، يعني انت مش شايف الرياكشنات بتاعت الوش بتاعتي، رياكشن او رد الفعل، ولا انا شايف انت بتعمل ايه بالظبط، فده بيئة التعلم الافتراضي. فالتعلم القائم على شبكة الانترنت زي ما قلنا هي بيئة التعلم الافتراضي. طيب احنا قلنا كمان برضو اتكلمنا انا خدمة الانترنت المجانية في المقاهي زي ايه كده، الواي فاي، يعني هو هيجي لك مثلا هيحط لك كابل في التليفون او وصلة يو اس بي يقول لك افتح النت، لا هيشغل لك الواي فاي. فالميزة في الانترنت المجاني الموجود في المقاهي او القهاوي عموما ان هو بيسمح لك انت تفتح شبكة هوائية. لو احنا بنسميه الواي فاي. بيقول لك اي مما يلي يمكن ان يستخدم للمصادقة على هوية المستخدم لأجهزة الهواتف. طيب انا دلوقتي عندي كذا طريقة من خلالها اقدر اعرف ان الشخص اللي ماسك التليفون ده هو صاحب التليفون ولا حد غيره. اعمل ايه؟ انا عامل كلمة مرور عن طريق حروف وارقام رموز، يا اما عامل حاجة اسمها البن هو النمط، يا اما عامل بصمة الوش، يا اما عامل بصمة الصباع. فدي كلها من طرق من خلالها اعرف اصادق او اعرف هوية الشخص اللي هو بيحاول يدخل على الجهاز نفسه، عن طريق يا اما كلمة المرور، يا اما البن، يا اما النمط، يا اما بصمة الوش، يا اما بصمة الصباع، وهكذا. طيب ادوات العمل التعاوني من ميزتها ان ممكن اكتر من واحد يعمل تعديل للملفات في وقت واحد. ميزة أدوات العمل التعاوني
ممكن اكتر من واحد في نفس اللحظة يعمل تعديل للملفات في وقت واحد. طيب عايزك، هو عايز يعرف هنا مخاطر ادوات العمل التعاوني، ايه المخاطر بتاعتها؟ المخاطر بتاعتها ان ممكن حد يشارك نسختين مختلفتين لملف واحد. انا هعمل نسخة احتياطية لملف، تمام؟ فمخاطر ادوات العمل التعاوني، لو احنا يعني احنا عمل تعاوني، يعني احنا اكتر من واحد مسموح ان احنا نعدل في ملف واحد نفس الملف. طب احنا ممكن نفس الملف ده كل واحد فينا يشاركه بنسخة غير التاني، ودي يعتبر سلبية من السلبيات بتاعت ادوات العمل التعاوني. طيب احنا قلنا ميزة الحوسبة ان هي ممكن، الحوسبة السحابية، انا ممكن من خلالها اشارك الملفات. فهو مدي لك بعض الخيارات، بيقول لك اي مما يلي لا يعد من مخاطر القدرة على مشاركة الملفات. دي من ايجابيات او مميزات الحوسبة السحابية، ممكن من خلال الحوسبة السحابية ان انا اشارك الملفات والبيانات بتاعتي. طيب حلو خالص لحد دلوقتي. طيب انا لما اجي اخزن البيانات على الانترنت، في بعض القيود بتأثر عليك. ايه هي القيود دي؟ ان انا لما اجي اخزن البيانات على الانترنت لازم اكون متصل بشبكة انترنت. يعني انا ينفع اخزن البيانات على الانترنت بدون ما اتصل بالانترنت؟ لا، يبقى لازم اكون متصل بالانترنت عشان اقدر اخزن البيانات والملفات بتاعتي عن طريق الانترنت. ايه ميزة تطبيقات الحاسوب او تطبيقات الكمبيوتر عموما؟ الميزة ان انا ممكن اعمل تعديل للوثائق بشكل جماعي وتعاوني. بس ركز في السؤال، تطبيقات الحاسوب على الانترنت، يعني الوورد ده تطبيق اهو، جينا دخلنا على ده هنا، ده اسمه تطبيق اهو، مستند ده تطبيق، دخلت عليه وقلت له علامة البلس، ابتدي اشتغل على المستند بتاعي. ده تطبيق للحاسوب بس على الانترنت، ممكن من خلاله اعدل في البيانات زي ما انا عايز، اكتب اللي انا عايزه هنا، وممكن اعمل له مشاركة مع اشخاص معينين، وممكن ارفض المشاركة دي، وممكن احنا في نفس اللحظة انا والشخص ده نعدل في الملف اللي احنا فاتحينه ده. وسيلة من خلالها بقدر أعمل محادثات فيديو، لو كنا اتكلمنا عليها امبارح، الكاميرا. من غير الكاميرا ما اقدرش ان انا اعمل فيديو، الكاميرا بتساعدني ان انا اعمل الفيديو ده. طيب بيقول لك ميزة التعلم عبر الانترنت ان هو بيخلي التعليم سهل واسرع. طيب عايز مثال عليه برضو، هعيد وازيد تاني فيها، هتلاقوا بعض الاسئلة بتتكرر. مجموعة من الأشخاص، يعني إحنا حاليا مجموعة من الأشخاص كلنا موجودين داخل مجتمع افتراضي أو بيئة إلكترونية، الهدف من اللي إحنا بنعمله إيه؟ الهدف منه إن إحنا نتعلم. ده الهدف من إيه؟ ده الهدف من التعلم عبر الإنترنت. طيب إيه الهدف إن أنا أستخدم حوسبة سحابية؟ الهدف منها ان انا اقدر اوصل للبيانات والملفات بتاعي في اي مكان انا موجود فيه وفي اي وقت. يعني انا لو فاتح من التليفون اقدر اوصل للحاجات اللي موجودة على جوجل درايف، لو موجود في مكان تاني غير المكان اللي انا فيه اقدر اوصل، في اي وقت برضو، ايوه. لكن لو مخزن ملفات على الجهاز لازم احتاج مكان معين واقعد وافتح الجهاز، ولو لاب لازم يكون معايا الشاحن، موال كبير. فالهدف منها ان انا اقدر اوصل للبيانات والملفات في اي وقت وفي اي مكان. طيب
من أدوات العمل الجماعي، أدوات العمل الجماعي كذا حاجة. طيب أولا لما تيجي تدخل هنا هتلاقي في حاجة اسمها إيه؟ أهو أد درايف، عندك جوجل ميت، عندك جداول البيانات الموجودة على الإنترنت، المستندات، العروض التقديمية، عندك مثلا الفورم أو الاستمارات، عندك ملفات بودكاست، عندك كلاس روم اللي هو الخاص بجوجل ميت، عندك الجوجل وان. دي كلها تطبيقات موجودة على ايه؟ على جوجل او على انترنت. طيب يقول لك من مميزات تمكين الاشخاص من العمل والاشتراك معا في تحرير النصوص. احنا قلنا تحرير النصوص اللي هو برنامج الوورد اللي هو المستندات، واعداد ملفات العروض التقديميه اللي هو البرزنتيشن او الباوربوينت. المقصود بالعباره دي السابقه ايه؟ ادوات العمل الجماعي. يبقى الوورد والباوربوينت والاكسل اللي احنا بنفتحه عن طريق الانترنت دي كلها من ادوات العمل الجماعي، يعني ممكن اكتر من شخص يشارك فيها، ممكن اكتر من شخص يشارك فيها. طيب ايه السلبيات ان انا استخدم عمل جماعي؟ احنا قلنا انا دلوقتي مثلا خمس اشخاص فاتحين نفس المستند، او انا فتحت مستند معين او فتحت اكسل على الانترنت ورحت عملت مشاركة لعدد من الاشخاص، تمام. انا ممكن احفظ منين نسخة، وزميلي يحفظ نسخة، وزميلي التاني يحفظ نسخة، وزميلي التالت نسخة، والرابع نسخة، والخامس نسخة. فكلنا شاركنا نسخ مختلفة لمستند واحد، فدي سلبية من السلبيات. طيب بيقول لك اي من العبارات التالية لا يعد من مساوئ، يعني من سلبيات الحوسبة. القدرة على تبادل المعلومات ونشرها في اي مكان واي وقت دي اصلا ميزه من ميزات الحوسبه اللي هو جوجل درايف او وان درايف. ممكن في اي وقت اقدر اعمل تبادل او نقل الملفات والمعلومات واشاركها في اي وقت واي مكان. طيب بيقول لك بالرغم من كثره فوائد وايجابيات التخزين عبر الانترنت، يعني لما اجي اخزن الملفات عبر الانترنت ليها فوائد وإيجابيات كتيرة بس ليها سلبية. علشان أوصل للملفات بتاعتي لازم أبقى متصل بالإنترنت. يبقى الملفات اللي أنا بخزنها على درايف أو بخزنها على الإنترنت علشان أرجع لها تاني لازم أتصل بالإنترنت، لازم أتصل بالإنترنت. طيب فدي ميزة من ميزات إيه؟ من ميزات ميزات الحوسبة السحابية ان هي تبادل المعلومات. اما السلبيات بتاعتها ان انا لازم علشان افتحها تاني لازم اكون متصل بالانترنت. طيب حلو خالص، برضو اتكلمنا من شوية على ايه؟ على التطبيقات اللي بنتم استخدامها عن طريق الانترنت. قلنا دي كلها تطبيقات ممكن اشتغل عليها عن طريق الانترنت. دي كلها تطبيقات ممكن اشتغل عليها عن طريق الانترنت. طيب ميزتها ايه؟ ممكن التطبيقات دي بتمكن الاشخاص ان هم يشتغلوا على المستندات ويعدلوا في شكل جماعي، يعني زي ما قلنا هنا ان انا ممكن كل واحد فيهم ياخد مني نسخة غير التاني. طب بقول لك اي مما يلي يساعد ادوات العمل الجماعي في معالجة انواع خاصة من محتوى الويب واضافة المزيد من الوظائف. علامة الزائد اللي بلاقيها في اي مثلا اهو لما اجي افتح تطبيق زي ده عايز ابتدي انشئ علامة الزائد، فعلامة الزائد دايما دي بتضيف لي حاجة جديدة، بتضيف لي صفحة عمل جديدة، فده اسمه المكون الإضافي.
مكون الإضافة. طيب قلنا لابد أن تكون حروف كلمة المرور مجموعة من الحروف والأرقام والرموز، يعني ما خليهاش كلها حروف ولا كلها رموز ولا كلها أرقام، خليها حروف وأرقام ورموز. طيب بيقول لك من خصائص متصفح الويب، ممكن بعض البيانات الوصول الآمن في المتصفح نتركها عشان يستخدمها شخص تاني. طيب في حاجة عندك اسمها الإكمال التلقائي. طيب إيه ميزة الإكمال التلقائي؟ بصوا كده لما أجي نكتب على الوورد، اجي اكتب اي كلمة، هي مش هتظهر معانا دلوقتي، كلمة زي دي مثلا، كلمة محمد. لما نيجي نفتح التليفون بتاعنا، يعني نفتح التليفون وبنكتب كلمة معينة، فالكلمة دي لو كتبت اول حرفين فيها فبيكملها لك، يعني يقول لك انت بتقصد الكلمة الفلانية بدل ما ترجع تكتبها تاني من الاول، فبيوريك القصد من الكلمة دي ايه. حاول نفتح في لوحة المفاتيح اهي التاتش، حاول نجرب مع بعض، يعني انا وماسك التليفون لو عايز ابعت رسالة على الواتساب او بعمل شات دردشة مع شخص، بعمل شات دردشة مع شخص معين، فبكتب كلمة، الكلمة اللي بكتبها فبيجيب لي على لوحة المفاتيح بيجيب لك تنبؤات بالكلمة، تنبؤات بالكلمة دي، انت فعلا تقصد الكلمة الفلانية دي ولا لا، فبدل ما اكتبها كلها اروح ادوس على التنبؤ الصح اللي انا اقصده، ده اللي هو الاكمال التلقائي. طيب قلنا الموقع، لو عندك موقع زي ده علشان اعرف اذا كان الموقع ده امن ولا لا، هلاقي حاجه اسمها ال HTTPS، يا اما لو ما لقيتهاش، ما جتش الاس، هتلاقي علامه القفل، معناه ان الموقع اللي انت شغال عليه هو موقع امن. طيب بيقول لك اي انواع التخزين الاقل سعه. اولا الاسطوانات، لو جينا اتكلمنا ان الاسطوانة اللي هو السي دي اكتر اسطوانة بتوصل ل 650 او 700 ميجا بايت، اما الدي في دي بتوصل ل 17 جيجا، دي يعتبر من اقل مساحات التخزين الاسطوانات، من اقل مساحات التخزين. لا الفلاشة اقل حاجة في الفلاشة ممكن تلاقيها دلوقتي وصلت ل 2 4. حلو خالص لحد دلوقتي. بيقول لك جات لك رسالة بريد الكتروني وراح طلب منك الرسالة دي من بنك معين، ايا كان نوع البنك، ايا كان اسم البنك، انا اسف، ايا كان اسم البنك، طلب منك انت تدخل كلمة مرور وتدخل بيانات. اعرف على طول ان ده عملية تصيد احتيال، انا كبنك مش هبعتك على بريد الكتروني، فانت جات لك رساله على البريد، الرساله دي جت من بنك معين ايا كان اسمه، طلب منك تدخل بعد البيانات وتدخل كمان كلمه المرور علشان يدخل على الحساب بتاعك، فالعمليه دي اسمها تصيد احتيالي، حد بيحاول يحتال عليك، بيحاول ان هو يخترق الملفات والبيانات بتاعتك. انا لو نشرت حاجة على موقع من مواقع التواصل، هل سهل ان انا احذفه بعد كده؟ لا،
مش سهل اي حاجه ان انا انشرها ان انا احذفها، مش من السهل ان انا احذف حاجه انا نشرتها. طيب بقول لك ما هي طريقه المصادقه التي تعتمد على القياسات الحيويه؟ كلمه قياس حيوي، يعني ايه قياس حيوي؟ يعني ايه قياسات حيويه؟ يا ريت الناس تشارك معايا. يعني ايه قياس حيوي؟ طيب هي عموما القياسات الحيوية بتعتمد على الجسم. ازاي على الجسم؟ بصمة الصباع قياس حيوي، بصمة الوش قياس حيوي. طيب أي حاجة جسمانية في جسمك وحاجة في سلوكك فده اسمه قياس حيوي. يعني الأجهزة بتاعتك ممكن تحس بيها، زي اللي هو جهاز البصمة. أنا داخل همضي حضور فهحط بصمة الصباع، فهو حس أو استشعر بإيدك. ده اللي هو معنى كلمة القياسات الحيوية. بيقول لك اتصال لاسلكي، السؤال اللي بعده، اتصال لاسلكي هو أو هي مكان جيد لإجراء المعاملات المصرفية. غلط طبعا، غلط مش صح. اتصال لاسلكي، لاسلكي من اسمه اتصال هوائي، ان انا بتصل بالانترنت عن طريق ايه؟ عن طريق شبكة الواي فاي. ندي لك بعض الاختيارات. يقول لك اي من الاشياء التالية او الآتي ذكرها خطرا على مواقع مشاركة الملفات. انا لما عندك بعض التطبيقات على جوجل زي جوجل درايف، وان درايف، اخطر حاجة ممكن تدخل على المواقع دي اللي هي الفيروسات. الفيروس لو دخل على المواقع التخزين الموجودة على الانترنت ممكن يشفر معاك كل البيانات. طيب طبيعي يا هندسة، ازاي اتصال لاسلكي؟ ازاي اعمل معاملات مصرفية؟ اتصال لاسلكي من اسمه لاسلكي، يعني هوائي، بدون اتصال بدون انا اسف بدون كابلات، اتصال هوائي زي الواي فاي كده. وقال لك هي مكان جيد، مش مكان اصلا. دي نقطة. النقطة التانية، من خلاله بعمل اجراء معاملات مصرفية، ممكن اقدر اعمل معاملات مصرفية، بس خلي بالك اتصال لاسلكي يعني الاتصال الهوائي، الاتصال الهوائي. طيب بالنسبة للسؤال رقم 42، مش اي حاجة بنشرها على الانترنت بقدر احذفها بسهولة. مواقع التواصل الاجتماعي عيبها ان انت لما بترفع حاجة عليها حتى لو حذفتها، لما برفع حاجة عليها واعمل لها حذف، الموقع نفسه، الموقع الاساسي اللي هو الفيس، بيخزن كل المعلومات بتاعتك، بيخزن كل البيانات بتاعتك. فده عيوب المواقع الاجتماعية، انت مش اي حاجة بتنزلها ممكن تحذفها بكل سهولة. تمام تمام عندك حاجة اسمها رسائل البريد الإلكتروني المزعجة، حاجة اسمها السبام، اللي انت بتلاقيها حاجة اسمها الرسائل الغير مرغوب فيها. يعني الرسائل دي مبعوتة لك من ايميل انت مش عارف الايميل ده بتاع مين. اغلب الرسائل المهمة او 90% من الرسائل المهمة هتلاقيها فين؟ هتلاقيها في السبام، هتلاقيها في الرسائل الغير مرغوب فيها. يبقى السبام اللي هو الرسائل الغير مرغوب فيها. طيب عندك حاجة اسمها رقابة أبوية أو رقابة أسرية. ميزة الويندوز إن هو ممكن من خلاله بتساعد الآباء إن هم يأمنوا استخدام الأطفال للكمبيوتر. أنا هعمل تأمين للكمبيوتر بتاعي، أنا هخلي الطفل بتاعي يستخدم حاجات معينة، أنا هقفل له المواقع،
يدخل بس على العاب بس، فده لازم حاجة اسمها الرقابة الأبوية أو الأسرية. طيب هل كل حاجة على النت مجاني؟ لا، مش كل حاجة موجودة على الإنترنت هي مجانية، مش كل حاجة موجودة على الإنترنت مجانية. بيقول لك إذا كنت تستخدم الاسم الأول فقط في المنتديات. يعني إيه منتديات؟ أولا لما تيجي تدخل على الفيس بتاعك أو تعمل صفحة، تدخل على الواتساب، تدخل على زوم، فأنا مش هستخدم، أنا مش هكتب اسمي بالتفصيل، اسم الأول والاسم الثاني والاسم العائلة، هكتب اسم رباعي. الأفضل أنا أستخدم اسم واحد بس، يعني أنا اسمي محمد رمضان هستخدم محمد بس. بس هل لو استخدمت محمد رمضان هيبقى فيها مشكلة؟ لا، مش هيبقى فيها مشكلة، مش هيبقى فيها مشكلة. بس أنا بقول لك إيه، ماذا يطلق على ذلك؟ هم بيسموها المستخدم الذكي. يعني أنا هستخدم بس اسم الأول أيا كان نوع المنتدى، على الواتساب، على الفيس، على التليجرام، على الفايبر، مثلا على زوم، أنا هستخدم الاسم الأول بس. أفضل مكان ممكن نحط فيه الجهاز بتاعنا مكان مفتوح، يعني فيه منفذ تهوية. لازم الجهاز بتاعك يبقى ليه منفذ تهوية، لازم الجهاز بتاعك يبقى فيه حاجة بتهوى عليه، لأن برضه الجهاز بيسخن فمحتاج منفذ تهوية عشان يقدر يستعيد نفسه، زي الكيسات، الكيسة، السيستم يونت، وحدة النظام. الكيسة نفسها بتاعت جهاز الكمبيوتر اللي هي اسمها السيستم يونت فيها مروحة، فالمروحة دي هدفها اللي هي بتعمل تهوية، اللي هو تبريد للمكونات الداخلية بتاعت الكيس. مين اللي ليه الحق ان هو يغير نمط المحادثات ويغير الدردشة وان هو يعدل؟ المشرف. يعني دلوقتي احنا موجودين في زوم، مين اللي ليه حق يخلي اي شخص تاني هوست او مضيف او مشرف؟ اللي هو المشرف نفسه، اللي هو مسؤول عن القاعة. مين المسؤول ان هو يقفل الصوت لكله؟ برضو المشرف. طيب وده اللي هو ايه؟ المشرف. بقول لك لا ينبغي على الوالدين قراءة رسائل البريد الإلكتروني لأولادهم. عادي لو انت جريت الرسائل لعيالك برضو عادي، ما فيهاش اي مشكلة، ما فيهاش اي مشكلة، بس تبعدوا عن رسائل البريد الالكتروني المزعجة او زي ما بيقولوا ايه، اللي هو لسه الطفل هو صغير المفروض ما يسمعش الحاجات دي. في حاجات معينة ما ينفعش اقراها لطفلي ايا كان نوع الحاجة دي ايه. طيب ابو خالص طيب عندك فليكر، حاجة اسمها فليكر، دي منصة. المنصة دي من خلالها ممكن أضيف الصور والفيديوهات بتاعتي زي درايف، زي جوجل درايف والون درايف. أنا برفع الملفات بتاعتي بس عن طريق الإنترنت. طيب ميزة المنصة دي إن أنا ممكن من خلالها أرفع زي ما قلنا الصور، فالصور اللي بتترفع على الموقع دي بتكون صور عالية الجودة، عالية الجودة، الجودة بتاعتها الريزوليوشن، الدقة بتاعتها عالية. طيب موقع من خلاله بقدر أشارك الموسيقى بتاعتي، الموقع ده اسمه ماي سبيس. عن طريق موقع الماي سبيس أقدر أشارك الموسيقى بتاعتي بكل سهولة عن طريق ايه؟ موقع الماي سبيس. طيب قبل ما ندخل على اللي بعده، حد عنده اي مشكلة لحد دلوقتي في جزء التعاون عبر الانترنت؟ حد عنده مشكلة في جزء التعاون عبر الانترنت؟
طيب معلش يا هندسة، أنا بس ممكن نستأذن كده دكتور الساعة 3:30، هناخد ريست لحد الساعة 3:30، نصلي بس العصر وهنرجع نكمل تاني مع بعض، يعني هناخد 10 دقايق كده ريست، نصلي فيهم العصر إن شاء الله ونرجع نكمل مع بعض تاني. تمام، فيا ريت محدش يخرج من قاعة زوم. احنا خلصنا التعاون، تمام، هنشرح دلوقتي تكنولوجيا المعلومات. تمام، هو جزء تكنولوجيا المعلومات والتعليم، كنا أخدنا تكنولوجيا المعلومات والتعليم ككل، هناخده المرة دي في التعليم. تمام، صلي بس العصر ونرجع على طول نكمل إن شاء الله، 10 دقايق بالظبط. فضل لنا جزء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهنكمل اللي هو الأمن الرقمي عموما، الأمن الرقمي. طيب نرجع نكمل إن شاء الله بإذن الله، نكمل دلوقتي جزء جديد اللي هو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم. زي ما اتكلمنا يعني ايه تكنولوجيا، إن أنا بستخدم آلات تكنولوجية حديثة، بستخدم آلات تكنولوجية حديثة. طيب قلنا إن التكنولوجيا عموما بتشمل الأجهزة والشبكات، إنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وهكذا، ده اللي هو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. طيب الجزء ده موجود في الاي سي دي ال تيتشر فقط، اللي هو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم، اما تكنولوجيا المعلومات بس موجود في الاي سي دي ال. طيب اولا ايه ميزات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالنسبة للمعلمين؟ أنا كمعلم أقدر أوصل للموارد المتاحة لي بكل سهولة، أقدر إن أنا أدعم مجموعات كتيرة من استراتيجيات التعليم، ممكن أتبع كذا طريقة أو كذا وسيلة من خلالها أقدر أعلم. طيب ممكن كل فترة والتانية أبتدي إن أنا أطور من نفسي، ممكن أوصل لمصادر تعليم أكتر، بتمكن معايا حتة المانجمنت أو الإدارة بشكل أكبر، بدعم أقدر من خلالها أدعم التطوير المهني، إن أنا بطور تطوير دائم لمهنتي. طيب فتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالنسبة للمعلمين لهم كذا وسيلة، ليها كذا وسيلة. طيب بالنسبة للمتعلمين المرة دي اللي هم الطلبة، بالنسبة للطلبة برضه ليها ميزات عديدة، وهنعرف الميزات دي مع بعض. انسى بس ده. أولا ممكن أنا كطالب أقدر إن أنا أتعلم تعليم مستقل، يعني لوحدي أدخل على اليوتيوب أسمع فيديوهات معينة وهكذا. ممكن أبقى في مواعيد معينة للتعليم، يعني أنا وقاعد في البيت مثلا أنا فايق ورايق النهاردة هدخل أتعلم. طيب ممكن أوصل لمصادر تعليم أكتر، ممكن أبتدي يعني يبقى عندي قدرة الاستيعاب لطرق التعلم مختلفة، فأنا كطالب ممكن أوصل للمعلومة بأكتر من وسيلة وأكتر من طريقة. عملية التقييم، أنا كمعلم لما أجي أقيم إيه الميزة من التقييم عموما؟ إيه الميزة من التقييم؟ أولا ممكن من خلالها أجمع أدلة رقمية، يعني أنا دلوقتي مثلا حضرت وعملت التاسك بتاعي وسلمت المشروع بتاعي، فدي كذا كذا وسيلة أو كذا دليل ممكن من خلاله أقيمك، ممكن أدي لك ملاحظات كل فترة والتانية، ممكن ندخل على مجموعة كتيرة من التنسيقات الموجودة عندنا، ممكن أدخل على مهارات أكتر أو أتعلم مهارات أكتر أو أقيمك على أسس كتيرة مش على أساس حاجة معينة.
ممكن لو حسيت ان انت مقصر في نقطة معينة او في مهارة معينة اخليك تعيد استخدام المهارة دي تاني من الاول. طيب في بعض التحديات بتواجهنا، لما اجي اخطط ان انا هستخدم تكنولوجيا تعليم. طيب ايه التحديات دي؟ اولا الشبكة، ممكن تبقى في مشكلة في الشبكة، في ضعف في الانترنت، الانترنت ضعيف عندي جدا، طب ما عندي جهاز كمبيوتر استخدم عليه او اشتغل عليه، ما فيش دعم فني عندي، يعني لو حصلت مشكلة على جهاز الكمبيوتر ما اقدرش اصلحه في نفس اللحظة، الشبكة لو حصلت فيها مشكلة ما اقدرش احل مشكلتها في نفس اللحظة. بعض المعلمين ما عندهمش القدرة على استخدام التكنولوجيا، وانا ذات نفسي مش قادر اوعي نفسي بفوائد التكنولوجيا، وكمان ما عنديش موارد، الموارد اللي عندي قليلة، فدي كلها مشاكل ممكن تواجهني انا كمعلم. طيب بقول لك حاجة اسمها الاستخدام المقبول، يعني ايه اصلا استخدام مقبول؟ دلوقتي انا نفترض كمثال انا هتبع طريقة شرح معينة، هل طريقة الشرح بتاعتي دي مقبولة بالنسبة للناس ولا لا؟ هل بتبع وسيلة سليمة ولا لا؟ طيب المدرسة او ايا كان المكان اللي انا بدرس فيه، هل الوسيلة اللي هو بيتبعها صحيحة ولا لا؟ هل متوافر عنده اجهزة الكمبيوتر والانترنت ولا لا؟ هل عنده طاقم عمل ولا لا؟ كل ده الهدف منه ايه؟ الشبكة نفسها، لازم اتأكد من ان الشبكة الجودة بتاعتها كويسة، اقدر احمل البيانات بتاعتي، كمان بيوفر عليا مجهود ان انا ابذل مجهود بدني في التنظيم والتخطيط، ما انا عندي اصلا طاقم عمل هيساعدني في كل ده. طيب الكل ده او السياسة دي بيتم ما بين مين؟ ما بين اولياء الامور والطلاب والمعلمين وادارة المدرسة، لازم الاربع فئات دول كلهم يتعاونوا مع بعض، المدرسة نفسها كإدارة، المدرسين او المعلمين، والطلاب وأولياء الأمور، لازم الأربعة يكونوا عندهم سياسة القبول، يعني يتقبلوا الآراء الأخرى، يساعدوا بعض عشان يطوروا من فكرة التعليم عند الطالب. طيب إيه المخاطر اللي ممكن تعود علينا عن طريق الإنترنت؟ طبعا في حاجة اسمها التنمر، انا بدل ما انا دلوقتي قاعد مع زميلي فيس تو فيس، فانا اتنمر عليه ايا كان نوع التنمر، انت فاشل، انت كذا، انت ما تعرفش تعمل، ما تعرفش تسوي، شكلك مش شكلك، فده دي كلها انواع من انواع التنمر، فانا هحط لك تعليق غير ملائم. يعني نفترض اغلب الناس اللي بتنزل بوستات ان هي عملت وسوت والكلام ده ومحتاجة بس كلمة أو كلمة تدفعهم لقدام، ألاقي بعد التعليقات وأنت إزاي عملت ده في وقت قد ده؟ إزاي أنت عملت كل ده؟ كل الشهادات اللي أنت واخدها ملهاش أي لازمة، فده اسمه تنمر. في حاجة اسمها جبر الخاطر، يا نجبر بخاطر الناس يا نسكت أحسن، فلتقل خيرا أو لتصمت. تمام؟ أي واحد بيشتغل مش بيستنى أي حاجة ومش بيستنى مقابل غير الشكر، الكلمة نفسها. طيب هنتكلم برضو في نقطة معينة، يعني برضو بعيد عن موضوع التنمر، ليه بيقولك الكلمة؟ الكلمة بتكون دين على الرجل، فأنا لما أجي أقول لزميلي على الإنترنت مثلا، أبعت له تعليق اقول له لا اصل دي مش عجباني، اصل مش عارف انت ازاي عملت كل ده، انت كذا انت كذا، هي ليه الناس بتحبك، هي ليه كذا، لا كده كده الشهادات اللي انت واخدها دي ملهاش اي لازمه، لا
يا إما أدعمه يا إما أسكت أحسن. فلتقل خيرا أو لتصمت. كمان اللي هو دلوقتي بقينا في زمن الأصحاب ما بينهم وبين بعض بيكون في رسائل إباحية كتيرة، وده غلط. لازم نوعي الناس بالخطر اللي احنا موجودين فيه. لازم الواحد يربي ابنه من هو صغير ان هو يتلقى تعليم صحيح. لا يا بابا، لازم يعني معلش انا ما كنتش متشدد جامد ولا قفلت الدنيا جامد، لازم اعلمه الصح من الغلط، لازم اخلي بالي من كل كلمة بقولها، لازم اخلي بالي من كل كلمة بقولها. طيب لحظات كده اكون معاكم، معلش. طيب في بعض الموارد ممكن، او بعض المواد ممكن مواد غير قانونية او غير مناسبة، وراح انزلها عندي على الجهاز. برضه لازم اخلي بالي من الحاجات دي كلها، لازم اخلي بالي من ان ادخل على موقع غير قانوني، تمام، وانزل اي حاجة من خلال المواقع الغير قانونية دي. وعندك حاجة اسمها الخداع الالكتروني. يعني ايه خداع الكتروني؟ خداع الكتروني يعني بتقوم بسلوك، السلوك ده بيكون غير ملائم. طيب اللي انا عايز اوصله للناس، لازم تركز ان برضو الالكترونيات عموما او التعلم الالكتروني او مواقع التواصل الاجتماعي بيعود عليها اضرار كتيرة، فلازم نكون واخدين بالنا واحتياطاتنا من كل السلوكيات الغير ملائمة اللي ممكن تصيبنا فيما بعد كده. فدي كلها مخاطر الانترنت. طيب حاول على قد ما تقدر ان انت تحد من المخاطر دي. احد منها ازاي؟ حاول دايما على قد ما اقدر اتعامل مع الاشخاص اللي هم المتصلين بالانترنت باحترام. يعني انا مثلا بعت لك رسالة، حلو، ولقيتك متصل الان، معلش في بعض الناس انا هذا ما بردش عليه، بيعمل كذا، رسالتي مش بيقراها مثلا، جرى رسالة وقعد يومين ما ردش عليا. لا، ان هو يجرى رسالة وقعد يومين ما ردش عليك، من حقك ان انت تزعل. لكن لو قرا الرسالة ورد عليك بعدها مثلا ب5 دقايق، كان معاه حاجة وبيعملها وبعد كده رد عليك. بس الاولى لو انا مش هفتح الرسالة، مش هفتح الرسالة او مش هرد دلوقتي، الاولى ان انا ما افتحش الرسالة اصلا من الاول. ان برضو في ناس بتتأثر بأقل حاجة، بس برضو الواجب والأصول بتقول ان اي رسالة تتبعت ترد عليها. طالما فتحت الرسالة رد عليها، طالما فتحتها. لكن لو في رسالة مبعوتها لك وانت ما فتحتهاش، اكيد بتعمل حاجة، اكيد الشخص ده بيعمل حاجة. ف دايما يبقى في تخيلي او وجهة نظري لازم التمس العذر، اكيد معاه حاجة، اكيد معاه حاجة معينة بيعملها، فمش لازم يرد عليها في نفس اللحظة. في ناس بتزعل من الكلام ده، فلازم اتعامل باحترام مع كل الاشخاص المتصلين بالانترنت. طيب ما ينفعش اكتب حاجة او رسالة غير ملائمة. اي مواد او رسائل غير لائقة تبلغ الناس اللي عندهم خبرة، زي المعلم، زي اهاليكم في البيت، وهكذا. طيب لازم المعلومات الشخصية بتاعتك ما تشاركهاش مع أي حد وخلاص، مش أي حد تبعت له البيانات الشخصية بتاعتك. يعني مثلا دلوقتي احنا بنلاحظ ان كل واحد بيعمل اي حاجة يروح ينزلها على الانترنت. لا معلش، هو الانترنت مش بيتك عشان تنزل فيه كل حاجة بتحصل. كلمات المرور ما ينفعش تشاركها مع اي حد وخلاص، ما تشاركهاش اصلا، لازم دي حاجه خاصه بيك، من اسمها كلمه مرور، عشان اعدي لازم اكتب الكلمه دي. الخصوصيات بتاعتي لازم اتاكد من اعدادات الخصوصيه في وسائل التواصل الاجتماعي. الرسائل الغير مرغوب فيها او الرسائل اللي هي مش واثق فيها ما تردش عليها. دايما لما تيجي تقعد على اي جهاز اعمل كل فتره والتانيه خروج من جميع المواقع، ان لو اي حد قاعد على الجهاز في بعدك ممكن يدخل على
على الصفحة بتاعتك ايا كان الصفحة ايه. طيب وللعلم كمان، مش اي شخص بتعرف عليه على الانترنت اثق فيه، مش اي شخص اتعرف عليه على الانترنت اكون واثق فيه. وبرضو عندنا هنا دايما احاول على قد ما اقدر ان انا اراقب نشاط الطلبة على الانترنت، ولازم انظم لهم الفترة الزمنية. يعني انا كواحد ممكن اقعد 24 ساعة على التليفون وعلى الكمبيوتر، لا لازم اراقب الطلبة بتاعتي، لازم اديلهم تاسكات كل فترة والتانية، بيعملوا ايه بيسووا ايه. مش لازم اطلع على كل حاجة بيعملوها، بس على الاقل تراقبهم، ان الطلبة في الفترة دي محتاجين ان هم يبقى في مراقبة عليهم وتقييم كل فترة والتانية. بعد عمر معين او وقت معين بتسيبه هو بقى يكمل مسيرة حياته لوحده، بس انت لازم تعلمه او تبنيه صح من تحت. انت وبتدرس او انت وبتعلم ايا كان المادة العلمية، هتلاحظ عندك قدامك اشكال والوان، لازم تتقبل الرأي الاخر والسلبيات قبل الايجابيات. يعني هتقابل كويس هتقابل الوحش، هتلاقي اللي داخل معاك محاضرة عشان زي ما بيقولوا ايه يطلع لك بس سلبية فيك، هتلاقي اللي داخل عشان يحبطك، هتلاقي اللي داخل عشان يحمسك، هتلاقي اللي داخل عشان يفرحك، هتلاقي اللي داخل عشان هو مبسوط ان هو بيسمعك. فهتلاحظ اشكال ولون كتير، هتلاحظ كمان اللي بيرد عليك رد غير لائق، هتلاحظ اللي بيرد عليك باحترام. فلازم تعرف ازاي تتعامل مع كل الفئات دي. التعليم او التدريس ليس بمهنة سهلة. ناس لو تفتكر ان التدريس او التعليم مهنة سهلة، فلا معلش، انت محتاج تراجع حساباتك. المادة العلمية كتحضير تاخد وقت، تعاملك مع الطلبة او تعاملك مع المتدربين برضو لازم يكبأ بحد معين بحدود معينة، ما ينفعش أفلت خالص ولا أشد خالص، لازم أبقى وسط وسطية. وفي نفس الوقت برضو لازم أركز في كل فعل بيحصل. يعني أنا لو بدي محاضرة أوفلاين لازم أركز مع كل واحد موجود، ولازم أتأكد من كل واحد فاهم المعلومة، حتى لو فضلت خلال المحاضرة تعيد عليها أكتر من مليون مرة أعيد عليها يا سيدي، عيد عليها مش مشكلة، مش هتخسر حاجة لما تعيد عليها، بس أهم حاجة اللي يطلع من المحاضرة أو يطلع من الجزء اللي أنت بتديهوله أو الجزء اللي أنت بتشرحه ليه وهو فاهم كويس كل نقطة صغيرة وكبيرة فيها. طيب البيانات بتاعتي إزاي أحميها؟ إزاي أعمل حماية للبيانات عموما؟ حاول دايما حتى انت بتعمل اي مادة علمية او بتدي مادة علمية، حاول انت تجمع معلومات عن الناس الموجودة معاك عشان اتأكد ان المعلومات دي صحيحة ولا لا. ولازم امنع اي حد يوصل للبيانات دي، يعني مش اي حد يطلب مني البيانات اروح اديها له، لا مش اي حد يطلب مني البيانات دي اروح اديها له، لازم احميها ولازم احتفظ بيها وما اشاركهاش مع اي حد من غير ما استاذن من صاحب الشيء. ما ينفعش انشر اي صور للطلبه الا باذنهم، يعني انا صورت كورس خاص بيا، ما ينفعش انزل اي حاجه من غير ما اطلب منهم الاول. يعني اقول لهم استاذنهم ان انا هنزل الصوره، هستاذنهم ان انا اصور، مش عيب. في بعض الحالات او الامور لازم اخد اذن من الطالب ومن احد الوالدين سواء كان الاب او الام او الوصي عليه، برضو مش عيب، ده لازم عشان خاطر تحمي البيانات بتاعتك. طيب
أمن البيانات بقى، الأمن هو الحماية. علشان أعمل أمن للبيانات، إزاي أعمل نظام أمان للبيانات؟ أنا لو حاطط بيانات بتاعتي على جهاز الكمبيوتر، أحاول إن أنا أعمل نسخة احتياطية من البيانات، علشان لو ضاعت يبقى عندي النسخة. أحاول أغير كلمات المرور كل فترة والتانية، وأحاول أنزل برامج مكافحة الفيروسات أيا كان نوع البرنامج، سواء كان أباستا أو أبيرا. برنامج الجدار الناري اللي هو الفاير وول، اللي هو بيحمي لك الشبكات الداخلية من أي عملية اختراق خارجية. لازم أتأكد إنها متفعلة، لازم كل فترة والتانية أعمل تحديث للبرامج دي، اللي هو أمن البيانات. عندك حاجة برضو اسمها السلامة البدنية. يعني ايه السلامة البدنية؟ يعني ما ينفعش اخد فترة كبيرة قاعد على جهاز الكمبيوتر بدون ما اخد ريست. على الاقل كل مثلا ساعة اخد ريست 5 دقايق 10 دقايق. لازم الوضعية اللي انا اكون قاعد فيها تكون وضعية مناسبة، يعني ولا تاني ظهري تمام ولا قاعد وضع غير مناسب. لازم اكون فارد الظهر بتاعي على الكرسي، رجلي نفسها لازم اكون فاردها، وهكذا. لازم اكون قاعد في مكان الضوء بتاعه مناسب، يبقى فيه تهوية مناسبة. اتأكد ان مفيش اسلاك عندي مكشوفة، ده كله عشان خاطر احافظ على السلامة البدنية. طيب عندك منهج التعلم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، او منهجيات التعلم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. عندك 3 انماط: نمط تعليم او تعلم حسي، وتعلم مرئي، وتعلم سمعي. طيب انا لما اجي ادي مادة علمية او اعلم طلبة، لازم استخدم الـ3 انماط دول. نمط التعلم الحسي، يعني حركات الايد، البادي لانجوج اللي هي لغة الجسد. انا وبشرح اي حاجة لابد ان انا استخدم لغة الجسد بتاعتي، لابد ان انا اعمل مسابقات كل فترة والتانية، استخدم العاب عشان اخلي الطالب او المتدرب يتفاعل معايا. طيب النمط المرئي او التعلم المرئي، على الاقل لازم اوري للطالب او المتدرب صورة عن الجزء اللي انا بشرحه. فانا اول حاجة خليته يحس عن طريق الحركة، وخليته يشوف عن طريق النظر بتاعه او عن طريق العين، وخليته يسمع عن طريق الأذن. لازم الـ3 تربطهم مع بعض. يسمع كويس، يعني لازم تعرف امتى تعلى بالصوت وامتى توطي الصوت وامتى تكون مناسب، ولازم تستخدم لغة الجسد معاك، وكمان لازم توري للطالب صور وفيديوهات للشغل بتاعك، للحاجة اللي انت بتشرحها. لازم تخلي بالك من الحاجات دي كويس انت وبتشرح. دول اهم 3 حاجات لازم تركز فيهم. يبقى عن طريق الاحساس، عن طريق الرؤية، عن طريق السمع. عن طريق السمع هو بيوصل له ازاي السمع؟ عن طريق الصوت بتاعك، نغمة الصوت. هل هي متناسقة ولا عالية خالص، ولا متوسطة ولا بطيئة؟ لازم تعرف امتى تعلى وامتى توطى، وامتى تكون ما بين البنين او وسط. ولازم في نهاية اي كلمة او في نهاية اي شرح لاي حاجة، لازم تهدي بالكلام شوية. ولازم الحاجات دي تخلي بالك منها انت وبتعلم او انت بتدي مادة علمية. ندخل على استراتيجيات التعليم والتعلم وتكنولوجيا المعلومات. طيب عندك حاجة اسمها التعلم المتمركز حول المتعلم، اللي احنا بنستخدم فيه الـ3 حاجات دول، اللي هو النمط الحسي والمرئي والسمعي. بمعنى ان انا كل الفكرة انا بخلي المتعلم او المتدرب يشارك معايا، اللي هو حاجة زي التعلم التشاركي. يعني انا بشارك طالب في الشغل، بقول له اطلع اشرح، اطلع اعمل. اما التعلم المتمركز حول المتعلم فيها الـ3 حاجات دول، اللي هو الحسي والسمعي والمرئي. وفي نفس الوقت
يبقى متركز كله حوالين المتدرب. طيب التعلم الغير نظامي، انا مش حاطط نظام التدريب بتاعي ان انا لازم المادة العلمية اشرح بمادة علمية منظمة، لازم يبقى لي في توقيت معين للمادة العلمية، يعني ما اشرحش اي حاجة وخلاص، المادة بتاعتك لازم يبقى ليها توقيت معين. قدرة استيعاب الدماغ نفسها من ساعتين لثلاث ساعات، لكن هتكتر اكتر من كده هتلاقي الطالب او المتدرب ابتدى يفصل معاك. لازم تبقى منظم التوقيت بتاعك، انا بعد ساعة اكون خلصت كذا. طيب نفترض ما خلصتش، لا عادي خليك ماشي بنظام زي ما انت ماشي. هي الفكرة في الوقت اللي هي بتكون فكرة في المتدربين، قدرة استيعاب المتدرب للمدرب أو المحاضر. طيب بص هنا لما جه شرح التعلم المتمركز حول المتعلم، دايما احاول كل فتره والتانيه اعمل اختبارات عبر الانترنت عشان اقيم هو وصل لايه، زي ما احنا عملنا كده في اول القرص. انا عملت لك زي تيست او اختبار على اساسيات الكمبيوتر والانترنت، وعملنا اختبار تاني. فالاختبارات دي الهدف منها ايه؟ الهدف منها ان انا اقيم انت وصلت لحد ايه. ممكن استخدم ادوات اللي هو الاستطلاع عبر الانترنت، يعني تقييمك للمدرب زي الفورم اللي احنا بنبعته في نهاية كل محاضرة. ساعات انا كطالب اروح اتعلم في دورة الكترونية، يعني زي اللي احنا بنعمله دلوقتي، احنا بناخد دورة الكترونية في وقت مناسب ان شاء الله للكل، بس بعمل تعلم الكتروني. طيب ممكن ابحث عن طريق الانترنت عشان اوصل للحاجة اللي انا عايزها، وده معنى كلمة التعلم المتمركز حول المتعلم. طيب التشاركي، التعلم التشاركي، بص بقول لك ايه، كلمة التشاركي من اسمها ان انا بشارك الطلبة في الشغل، بشارك الطلبة في مناقشة المشاريع وحل المشكلات. طيب لو طلبت يا جماعة بعد إذنكم المايك، طيب لازم دايما لو أنا مثلا طلبت مشروع معين من متدرب فحاول اساعده ان هو يصيغ المحتوى. لازم برضو اوصل له انت عندك انترنت، يعني حاول تبحث عن المعلومات دي، ان بعض الطلبة بتحجم تفكيرها في الكتب بس. لا مش عيب ان انت تدخل انترنت، المادة العلمية نفسها عشان تعمل مادة علمية فانت لازم هتدور على الانترنت، هتدور على الانترنت. معلش انا اسف، نرجع نكمل زي ما قلنا. التعلم التشاركي ان انا معناه ان انا بشارك المتدربين او بشارك الطلبه اللي عندي في الانشطه ايا كان نوع النشاط ايه. تمام لازم اعلمهم ازاي يبحثوا عن طريق الانترنت، دي اهم حاجه، لان اغلب الطلبه بتخاف ان هي تدخل او تبحث عن طريق الانترنت، اصل هيكتشف ان انا أخدت المعلومة عن طريق الإنترنت، فلا ممكن مثلا ينقصني في الدرجات. لا دور، احنا لما نيجي نعمل مادة علمية فلازم ندور على الإنترنت، لازم ناخد من هنا معلومات وناخد من هنا معلومات وناخد من هنا معلومات ونحط المعلومة الصحيحة، يعني المادة العلمية اللي احنا بنحطها بتتراجع مرة واثنين وثلاثة وعشرة. طيب عندك حاجة اسمها التعلم الغير نظامي. كلمة تعلم غير نظامي زي ما قلنا ان انا شغلي كله بيكون عن طريق الانترنت، ابحث عن المعلومات عن طريق الانترنت، استخدم ادوات دردشة او وسائل تواصل اجتماعي عن طريق الانترنت. فالحاجات دي مش منظمة، الحاجات دي بحر واسع. اصيغ محتوى
باستخدام مدونة معينة، أشارك في الدورات عن طريق الإنترنت، ده اللي هو التعلم الغير نظامي، شغلك كله بيكون على الإنترنت. أولا موقع التواصل الاجتماعي اللي هو الفيسبوك لا حصر له، يعني واسع، بمعنى انت ما تعرفش ده بيودي لفين وده بيجي من فين والاعدادات بتاعته ما بتخلصش، لا ده بحر، العلم بحر، علم مهما اتعلم هفضل برضه لسه بتعلم. تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبيئة التعلم، وبيئة التعلم عندك حاجة اسمها التعلم عبر الإنترنت، إن أنا بتعلم وبتلقى المعلومة عن طريق الإنترنت، فلازم يكون متوفر معايا جهاز أو تليفون، ولازم يبقى متوفر عندي اتصال إنترنت عشان أقدر أتعلم أو أتلقى المعلومة عن طريق الإنترنت. طيب هل التعلم المدمج؟ التعلم المدمج إن أنا اللي هو زي التحول الرقم كده، أنا بدمج ما بين التعلم التقليدي بالتعلم اونلاين او التعلم عبر الانترنت. يعني انا هدي محاضره عن طريق الانترنت او برنامج زوم، وهدي محاضره في مكان معين في بيئه عمل معينه، ده اللي هو التعلم التقليدي، تعلم تقليدي. طيب في بيئات التعلم التقليدي الميزه ان هو بيكون فيها اتصال مباشر ما بين المدرب والمتدرب، المتدرب والمتدرب. حاليا احنا في التعلم الالكتروني بنعمل اتصال غير مباشر، في سلبيه من سلبيات زي ما قلنا التعلم الالكتروني اللي هو ضعف العلاقات الاجتماعيه، او بيكون يعني مش كل الناس بيتخلي ان في صعوبه في التواصل، بيكون برضو في سهوله في التواصل مع اغلب الناس مش كل الناس. فبيئه التعلم التقليدي ان انا بتعلم بس فين؟ في بيئه واقعيه مكان معين. اما التعليم المدمج ان انا بدمج ما بين التعلم الاونلاين الالكتروني واللي هو التعلم التقليدي اللي هو الاوفلاين. اما التعلم عبر الانترنت فهو التعلم عن طريق برامج الاجتماعات او برامج التعليم الالكتروني زي زوم كده وجوجل ميت وزي تيمز. طيب اتمنى ان لحد وقت ما يكونش في اي مشكلة مع الناس. طيب الفكرة نفسها مادة طويلة شوية، تمام، فأنا أقول كفاية كده للناس، يعني النهاردة أخدوا بما فيه الكفاية. معانا الجزء اللي متبقي من تكنولوجيا المعلومات ده هخليه في محاضرة، وفاضل لكم جزء اللي هو الأمن الرقمي برضو لسه ما خدناهوش. كل الفكرة لو قعدنا لحد 6 أو 5 فكمية المعلومات هتبقى كتير على الناس، وناس هتوصل معايا. زي ما وعدتكم وزي ما اتكلمنا عادي، يعني طالما الكل مثال المشاريع خلاص هبتدي، يعني اخلي الباشمهندس يبتدي يجهز الشهادات. بس هناخد محاضرتين تاني زيادة بس نظري، احنا في النظري ماشيين واحدة واحدة، مش عايزين نكتر على الناس اكتر من كده ولا نزود عليهم اكتر من كده. فإن شاء الله يبقى هيبقى في محاضرة تاني إن شاء الله على يوم الأحد، واحتمال محاضرة يوم الاثنين، حد والاثنين، حد والاثنين بإذن الله، أو من الساعة 4 لـ 5 ساعة مش هنطول. إن شاء الله بإذن الله نقدر نخلص اللي هو يوم الأحد، ناخد المتبقي من تكنولوجيا المعلومات، ويوم الاثنين ندخل على الأمن الرقمي، ولو ملحقناش نخلصه نكمل على يوم الثلاثة إن شاء الله. هشوف الميعاد ده، حاضر حاضر، هظبط المواعيد دي ان شاء الله، هظبطها مع باشمهندس احمد حسام وهبلغكم بيه. اتمنى ان محاضره النهارده كانت خفيفه على الناس، اتمنى المحاضره النهارده كانت بسيطه، ما كانش فيها يعني اي صعوبه على الناس. نتمنى ان احنا نكون قدرنا نوصل ولو جزء بسيط من المعلومات اللي هتحتاجوها. زي ما قلنا ان شاء الله باذن الله احنا يعتبر فاضل لنا المتبقي من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمعلم والامن الرقمي، ان شاء الله هناخدهم على محاضرتين او 3 محاضرات على قد ما اقدر، ما اخليش المحاضره تزيد على ساعه. بس النهارده اخدنا كميه كويسه عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر برضو النهارده كانت اجازه لاغلب الناس.
حد عنده سؤال بخصوص محاضرة النهاردة؟ حد عنده سؤال بخصوص محاضرة النهاردة؟ تمام، إن شاء الله بإذن الله، يعني وقت ما نقول خلاص كده خلصنا الجزء النظري، بعد كده إن شاء الله هنبتدي في حلول الاختبارات الدولية بإذن الله. بس أتمنى إن الناس اللي كانت حاضرة من أول الدورة أو أول الكورس تكون مسلمة المشاريع عشان خاطر الشهادات بتاعتها. زائد أتمنى إن لما نيجي نخلص النظر ونبدأ في حلول الاختبارات الدولية، نلاقي إن في عدد أكبر يكون حاضر معانا. نلاقي إن في عدد أكبر حاضر معانا. تمام؟ أولا أنا مبسوط من الناس اللي حاضرة. تقريبا الناس اللي بتحضر لي كل مرة، يعني الناس الوحيدة الملتزمة كل مرة. فأشكركم وأتمنى يعني أكون ما طولتش على الناس. هنحاول نظبطها. حاضر حاضر هندسة، هنحاول نظبط موضوع المواعيد ده. هو بس النهاردة عشان خاطر بس أجازة فقلنا نبدأ بدري شوية، فإن شاء الله هنظبط المواعيد ده مع باشمهندس أحمد حسين. طيب حد عنده سؤال تاني خصوص المحاضرة؟ تسلم لي حبيبي، تسلم لي هندسة. باشمهندس محمد، تفضل يا هندسة. باشمهندس، السلام عليكم. باشمهندس، عليكم ألف شكر السلام. لحضرتك باشمهندس على المجهود العظيم ونصحنا. باشمهندس، طب ما تعطينا يعني بالنسبة للمحاضرات اللي بعد كده باشمهندس، يعني في محاضرة بكرة مثلا أو المحاضرات اللي جاية بعد كده باشمهندس، يعني بس عشان الواحد يعمل حسابه لأن إحنا عندنا شغل بكرة باشمهندس. ف ان شاء الله باذن الله هندسه كده. انا النهارده بس هظبط المواعيد كده وابعتها للبشمهندس احمد حسام وهنبلغكم بيها بالليل ان شاء الله. يعني تمام تمام يا باشمهندس. هنحاول على قد ما نقدر ان احنا نبعد عن مواعيد الشغل بتاعتكم. يعني لا لا ولا يهمك يا باشمهندس، يعني مع حضرتك في اي وقت يناسب حضرتك انا معاك، يعني بالنسبه لي انا يعني الحمد لله رب ربنا العالمين. يخليك يا هندسه، ربنا يخليك يا حبيبي. ده بس عشان مهندسين ميكانيكا يا باشمهندس، انما المهندس محمد توامي ملوش دعوه بيه. باشمهندس محمد تامي ميكانيكا ولا كهرباء؟ لا يا باشمهندس، باين عليه مهندس مدني يا كهرباء باشمهندس. كهرباء. كهرباء؟ لا طب ما احنا ولاد عمه كهرباء ولا حبايبنا هندسه. برضه. ربنا يحفظك يا باشمهندس ويجزيك عنا خير. المهندس محمد الشرقاوي ايقونه الدوره صراحه، ربنا يحفظه. ربنا ربنا يخليك يخليك لنا لنا يا باشمهندس. احنا تحت امرك يا باشمهندس، في اي وقت حضرتك يا باشمهندس، اي ساعه تكون مناسبه لحضرتك احنا مع حضرتك يا باشمهندس. بإذن الله حبيبي، ربنا يخليك يا حبيبي، ربنا يخليك يا هندسة. ماشي يا باشمهندس. إن شاء الله هنحاول نظبط المواعيد بحيث إن هي تكون مناسبة إن شاء الله للكل. لا والله باشمهندس، يعني المواعيد بتاع حضرتك تمام باشمهندس، بس بالنسبه مثلا اللي هو الوقت اللي الواحد بيجي يطلع من الساعه 6 لحد الساعه 8، فكانت بتحصل كام مشكله باشمهندس، ان انا مثلا بخش من على التليفون، فما باجي اروح البيت ابص الاقي مثلا المحاضره خلصت عشان موضوع الطريق والمرور وكده، اجي عشان اسجل محاضره فما بلحقش، فما باجي اخش المهندس احمد كتر الف خيره، يعني بيقول لي مثلا طب ابعت الرقم تبعك. فبس هي موضوع من الساعه 5 ل 7 دي يا باشمهندس، او من 4 مثلا لحد الساعه 6، يعني الوقت ده الواحد بيكون في الطريق فما بيعرفش يكون مثلا فاتح الكمبيوتر. انا مثلا الواحد زي مثلا النهارده كده فالحمد لله ما فيش اي مشكله خالص. تمام بس خلاص، انا هحاول ان شاء الله اظبط المواعيد دي وان شاء الله باذن الله خير. يعني هو بس كل الفكره ان انا برضو شغال يوميا في كورسات بديها، فالمواعيد متضاربه مع الكورسات، فانا بحاول قد ما اقدر نحط ميعاد مناسب للكل. يعني لا مش منتظر، انا بس كل السؤال اللي عندي، هل مثلا لو واحد مثلا حضره مع حضرتك مثلا، حتى لو الواحد مثلا مكمل اذا مثلا ما عرفش يسجل حضور، لان في التليفون الواحد ما بيقدرش يخش على اللينك يعمل تسجيل حضور، تمام. فهل ممكن المهندس احمد بس ياخد باله حضرتك، يعني نستاذن منه بس يا باشمهندس يسجلنا حضور اذا الواحد مثلا طلع او بيرجع يخش تاني من على الكمبيوتر فبيلاقي المحاضره خلصت، ما بس فيش اي عشان مشكله هندسه. يعني انا هتواصل مع باشمهندس احمد حسام ابلغه. يعني انتوا كلكم على عيني وعلى راسي والله، يعني وانا مبسوط ان انتوا حاضرين معايا. ربنا يخليك لها يا باشمهندس. ربنا يخليك حبيبي، خلاص انا هبلغه بالنقطه دي بحيث ان برضو الناس اللي تحضر تاخد كلها حضور ان شاء الله. تمام. حد عنده سؤال بخصوص محاضره النهارده؟ اخر 3 محاضرات. حاضر. بالنسبه للبي دي اف ان شاء الله باشمهندس احمد حسام هينزله لكم في لينك المكتبه. حاولوا كل فتره والتانية تدخلوا على لينك المكتبه، هتلاقوا الملفات دي كلها بتنزل هناك. انا بنزل لكم الملفات دي اول باول ان شاء الله.
باشمهندس محمد، بالنسبة للهارد ديسك يا باشمهندس، كان حضرتك طلبت من حضرتك باشمهندس برنامج ازاي نفتح الكمبيوتر، بقاله فترة فعليه مخططات كتيرة جدا يا باشمهندس، ونسيت فاكرك عندي الباسورد. سطاتش ناصر، لا لا شكرا. لا ولا اسف ولا حاجة يا باشمهندس، انا تحت امر حضرتك، انا عارف الضغط الموجود عليك يا باشمهندس يعني، بس ما تنسناش بس يا باشمهندس يعني، لا قبل لا ما اكيد، نخش بس في الادفانس ان شاء الله يا باشمهندس كده تكون حصلت لنا اي حاجه كويسه لا لا بس. اكيد يا هندسه، ان شاء الله هنخلص بس الجزء النظري كده وندخل في محاضره كده مع بعض كده كلنا نشرح فيها. هي يعني مش هتاخد وقت معانا، يعني ممكن نشرحها في اي محاضره من المحاضرات الجايه ان شاء الله في اول ربع ساعه كده، بس يعني حاول تفكرني بيها ولا يهمك يا باشمهندس، حاضر يا باشمهندس. عشان بس انا بعتذر تاني ان انا يعني اتاخرت ده في لا الرد ما عليك فيش اي شويه. اعتذار ولا حاجه يا باشمهندس، ربنا يخليك لنا. ده حاجه كده يعني، متصور انت لما يكون مثلا معاك كمبيوتر وبعدين بتنسى يعني من داخل الديسك نفسه اللي هو الدي، البارت تبع الدي، كنت حاطط عليه باسورد وبعدين نسيته يعني، حتى لما بخش على الانترنت بحاول اجيب اي برنامج، البرامج بتمسح يعني بيعمل لك فورمات لا للبارت نفسه مش مهم. لا فاهمك هندسة، احنا هنجرب كذا طريقة مع بعض ان شاء الله، هنشرحها هنجربها وان شاء الله بإذن الله هتفك بكل سهولة معاك ان شاء الله. يعني ماشي يا باشمهندس، تسلم يا باشمهندس. تمام يا هندسة، انا خلصت كده محاضرة النهاردة، ممكن نبعت للناس رابط الحضور وان شاء الله بإذن الله انا النهاردة يعني زي ما اتفقت معاهم هبلغك بمواعيد المحاضرات اللي جاية ان شاء الله. بالتوفيق ليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.